يا هلا ويا مرحبا فيكم أعزائي المشاهدين، نرحب بكم مجددا في برنامجكم برنامج وسم، حياكم الله. وحوارنا اللي دائما عبر يعني هذا الأثير وعبر هذه الشاشة المباركة في هذا البرنامج مع أخوي أبو مطلق. حياك الله أخوي أبو مطلق. الله يحييك. يا هلا ويا مرحبا فيك. يا هلا فيك. بارك الله فيك، وسعيد بتجدد اللقاء بك والحوار معك والاستماع إلى موضوعاتك الجميلة اللي تطرحها، خصوصا أنك أنت رجل باحث ومختص في التراث، فأنت تطلعنا على عيون ما في هذا التراث من القصائد والحكم والأمثال والقصص والمواقف ذات القيم النبيلة. فحياك الله أخوي أبو مطلق، ويا ليت تطلعنا على موضوعك لهذا اليوم. الله يعزك أبو عبد الله، وأشكرك على المقدمة الجميلة اللي صراحة تبعث فينا روح الأمل، الحمد لله، وتجعلنا يعني متحفزين صراحة. إن شاء الله دوم. إن الله يعزك يا أبو عبد الله، كل الشكر لك. الله يسلمك. اليوم أبو عبد الله مثل ما اتفقت أنا وياك، أي نعم، على أن هذا البرنامج برنامج وسم، أنه يكون متنوع، صحيح، وأنه يكون جميل يعني باختياراته. فننتقل من قصيدة إلى قصة إلى سالفة، جميل، إلى موعظة، نعم، إلى موقف اجتماعي، ودائما يعني نحاول نتلمس ونظل باحثين أنا وياك عن يعني المواضيع الهادفة. أي والله. أي والله. فحنا اليوم يعني جايين في قصيدة جميلة جدا، جميل، في رأيي أنا، وإن شاء الله أنها بعد تكون في رأي يعني إخواننا المشاهدين. قصيدة والله إلى الآن ما سمعنا منك بالذات يعني طبعا بالقصائد والموضوعات اللي طرحها إلا ما هو جميل. الله يجمل، الله يفتح عليك، الله يجمل حظك بالدنيا والآخرة. آمين. جزاك الله خير. فحنا أبو عبد الله اليوم جئنا بقصيدة لشاعر إعلامي كويتي قدير، يعني يعرفه الصغير والكبير، وأحبه يعني الشعب الكويتي بأكمله، وكذلك حتى الشعوب المجاورة، لأن شاعر راقي وطرحه جميل، وبعدين امتاز بطريقة معينة أن شعره مفهوم عند الجيلين. حلو. فهذه ميزة صراحة. أي صحيح. فنتكلم عن قصيدة للشاعر رحمة الله عليه سليمان الهويدي، رحمة الله يغفر له ويرحمه. نعم. فكان يقول قصيدة، وبعد القصيدة كالمعتاد أبو عبد الله، نعم، نتكلم من وياك عن إن شاء الله تفصيلها والتعليقات حول هالقصيدة. فكان يقول الشاعر سليمان الهويدي رحمة الله عليه، يقول: عشقت القمر حيث القمر ينبعث به نور، وخص الليالي البيض تزهاه ويزهنه، وحب الهوى لهب من خايع ممطور، وريح النفل حيث النفل طيب الخنة، وحب الصراحة والصراحة عمل مبرور، الله، حيث الصراحة تقطع الشك والظن، وحب الرجال اللي يتفرج عن المعسور، اليا من عطى حتى أهله ما دروا عنه، الله الله الله، وحب الرجال العارفة واكره المغرور، من اغتر في بعض المظاهر يغرنه، وفقدنا لنا شيبان يوم حنا بزور، يحثوننا بالطيب والفرض والسنة، الله الله، عاشوا حياة قاسية في بحر وبرور، وعسى الله يعوضهم بما فات بالجنة، زمان مضى وين هاك الدور، زمان مضى له ذكريات يحلن، الله، نشوف البنات اليوردن سنهن الحور، مهار مشاويل بالعياد معتنه، يوم الذهب ما يلبسنه بدون خصور، وجمال النساء ما هو من السوق يشرنه، الله، وفقدنا حياة البدو مع شوفته المظهور، ولا عاد به بدو ولا الطرش لحنه، الله. قصيدة جميلة للشاعر الجميل رحمة الله عليه سليمان الهويدي، رحمة الله عليه. ولو لاحظ يا أبو عبد الله يعني القصيدة قبل أن ندخل في تفاصيلها والتعليق عليها، وإن شاء الله تعليقاتك الجميلة دائما الله يرضى عليك، اللي يعني تعتبرها قلادة الذهب. أحسنت. على القصائد اللي دائما نتكلم عنها. لاحظ أبو عبد الله يعني القصيدة هذه فيها ميزة صراحة. أي نعم. وهي طال عمرك يعني سهولتها. أي أيوة والله. يعني لو تلاحظ أن المستمع لها لو كان من أي جيل ممكن يعني يتلذذ ويستوعب كل مفردة وكل كلمة موجودة في هذه القصيدة. صحيح. وتجد حتى أن سبحان الله يعني كوني أنا محب للشعر تجد يعني هناك انسيابية في الأبيات جميلة، سبحان الله، كأنها مبنية بشكل يعني هندسي، الله، يعني التدرج الأبيات، الانتقال من معنى إلى معنى، فأبيات صراحة جميلة، وراح جميلة. إن شاء الله أيوة نعلق الله عليها بإذن الله. لا إن شاء الله نستمع إلى تعليقك وتعقيبك عليها أخوي أبو مطلق، لكن إن شاء الله بعد هذا الفاصل نلتقيكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل. يا هلا ويا مرحبا فيكم، حياكم الله. نعاود الحديث مع أخوي أبو مطلق حول هذه الأبيات وتعليقاتها وتعقيباتها وتقريب هذه الأبيات للأجيال المختلفة اللي تحب مثل هذه المعاني وتستمع لها.
حياك الله اخوي مطلق. الله يحييك يا ابو عبد الله، مرحبا فيك. يا هلا يا تفضل طال عمرك. الله يديم فضلك يا ابو عبد الله. احنا لما نتكلم عن الشاعر سليمان الهويدي نتكلم عن ابيات صراحه عذبه ومنتقاه ومختاره، ولو لاحظنا ابيات الشاعر رحمه الله عليه كانت انسيابيه وكانت سلسه وكانت مفهومه لكل الاجيال. اي نعم، وهي تعتبر يا ابو عبد الله ميزه، ترى ميزه للشاعر يعني. اي نعم، فهو لما بدا وقال عشقت القمر حيث القمر ينبعث به نور، وخص الليالي البيض تزهاه ويزهن. الله الله الله، يعني شوف البيت هذا حلاوته. أيه، يقول عشقت القمر وذكر السبب، حيث القمر ينبعث به نور. صحيح، يعني عشق للقمر جاء بناء على ان القمر له نور. اي نعم، فيقول عشقت القمر حيث القمر ينبعث به نور، وخص الليالي البيض تزهاه ويزهن. الله، والليالي البيض مثلك عارف. اي نعم، يعني يزيد نور القمر. اكيد فيها. اكيد صحيح. فيقول يعني وخص الليالي البيض بالذات. أيه، احب يعني اكثر الايام اللي هي الليالي البيض تزهاه ويزهن. وكلمة تزهى هذه من كلمات ترى الكويتي. أيوة الجميلة. أي نعم، يعني كلمات أهلنا الأولين صراحة اللي نفتخر فيها، وودنا أنها يعني يعاد يعني انتشارها واستخدامها. أي نعم، زاهيك حتى من أول لا شاف واحد لابس بشت ولا لابس غترة ولا لابس ثوب حلو ولا راكب له سيارة حلوة قال والله البشت زاهيك. الله، أو الغترة زاهيتك. أي نعم، يعني لايق عليك وتستحقها يعني. أي نعم، فيقول عشقت القمر حيث القمر ينبعث به نور، وخص الليالي البيض تزهاه ويزهن، وأحب الهوى لهب من خايع ممطور، وريح النفل حيث النفل طيب الخلق. الله الله الله، يعني يقول أحب الهوى لهب من خايع ممطور. سبحان الله، المكان لا صار ممطور وجت عقبها يعني الهبايب الحلوة النسانيس هذه، يعني شنو أجمل من هالمشهد. أيوة والله، أيوة يعني والله. قاع ممطورة. أي نعم، مع هبايب ونسانيس. أي نعم، يعني هذه سبحان الله تصوير بديع صراحة. جميل. أي أيوة والله، وأحب الهوى لهب من خايع ممطور، وريح النفل حيث النفل طيب الخنة. الله، والنفل يا أبو عبد الله يعني معروف من النباتات الصحراوية المعروفة، ترى كان في يوم الأيام كانوا يتعطرون فيه يعني نساء البادية، يعني كان هو العطر. سبحان، يعني يعتبر العطر مثل العطور اللي نستخدمها الآن. نعم، لقلة يعني ما في اليد والظروف الناس. صحيح، فكانت لها رائحة جميلة جدا. فيقول أحب الهوى لهب من خايع ممطور، وريح النفل حيث النفل طيب الخنة، وحب الصراحة والصراحة عمل مبرور. أيوة الله، حيث الصراحة تقطع الشك والظن. يعني سبحان الله بهالبيت يعني أبدع ويعني وصل رسالة جميلة. أيوة الله، يعني الصراحة فعلا تقطع الشك والظن. نعم، يعني الإنسان لما يكون صريح وواضح وما يجامل. أيوة، يعني ترى الناس ترتاح معه. أكيد، لا حنا لا نعني بذلك الوقاحة، أحيانا الصراحة بعد إذا كانت أمام الناس تكون وقاحة تعتبر. صحيح، وحاشاك وحاشا اخواننا المشاهدين يعني، لكن احنا نقول ان هناك فرق بين الصراحه والوقاحه. اي نعم، فيقول احب الصراحه والصراحه عمل مبرور، حيث الصراحه تقطع الشك والظن، واحب الرجال العارفه واكره المغرور. الله، من اغتر في بعض المظاهر يغرن. الله الله الله، يعني هذا ابو عبد الله سبحان الله الغرور. يعني حشاك يعني من الصفات. أي نعم، المكروهه عند الناس. اي نعم، وسبحان الله اذا اردت ان تبعد من حولك فقط استخدم هذه الصفة. اي أيوة والله، خلك مغرور. أي نعم، تلقى الكل يبتعد عنك. أي نعم، والكل يتحاشى الجلوس معك، والكل يكره العلاقة معك. فصدق لما يقول احب، يعني يقول احب الرجال العارفة واكره المغرور. اي أيوة والله، من اغتر في بعض المظاهر يغرن. ايش قال بعد يا ابو عبد الله؟ اي نعم، وهالبيت هذا ابيك يعني تقف عندها وقفاتك المعتادة الجميلة. الله يرضى عليك ويسلمك. قال يا ابو عبد الله واحب الرجال اللي يتفرج عن المعسور. اي أيوة والله، اللي من عطى حتى أهله ما دروا عنه. الله، يعني حدثنا يا أبو عبد الله عن يعني عن يعني عن الصدقة وإخفائها عن الناس. أيوة، وعن يعني الإنسان يعني يجعل يعني بينه وبين الله يعني أعمال ما يعلم فيها الله سبحانه. يعني والله والله، شوف القصيدة كلها كل بيت يستحق أن الواحد يوقف معه. أيوة والله، ورحمة الله على الشاعر سليمان الهويدي على هذه الأبيات الحكيمة الجميلة. أيوة، ذات الوصايا العميقة اللي هو استوحاها من واقعه ومن ماضيه. الله، يعني هو قاعد يستحضر الماضي. نعم، الجميل اللي كان يعيشه. الله، ويستنكر خفاء مثل هذه القيم في الحاضر اللي يعيش فيه. البيت اللي يتكلم عنه اللي تفضلت فيه هو طبعا يذكرني في حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. عجيب. الله، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل تصدق بيمينه ما لا تعلم شماله. الله، يتصدق باليمين حتى الشمال شماله ما تدري كم دفع. قمة المبالغة هذه. هذه طبعا يعني أسلوب مبالغة. الله، لكن هو إشارة على أن
إذا كانت إيد الشمال ما تدري فما بالك بالآخرين. الله. وهذه طبعا رسالة نقدمها اليوم لكل من يقوم بالعمل الخيري والعمل الإنساني، إن ليحافظ على كرامة الناس. بعض الناس تصدق وتصور اللي يتصدقون أو يعطونهم ويمتهنون كرامتهم. إحنا نقول لا، تصدق بالخفاء، يعني إلا إذا كنت يعني تطمع إلى أنك تروج لهذه القيمة فلك أساليب أخرى. صحيح. لكن أن تمتهن كرامة الفقراء والمساكين والمحتاجين والمعوزين فهذا موضوع آخر. فأحسنت، يعني الكلمة جليلة وجميلة وقيمة وفي محلها يعني. الله يجزاك خير يا أبو عبد الله. الله والله قصيدة لشك طويلة، ولكن احنا وقفنا عند يعني أغلب الأبيات. نعم. لكن الوقت أعتقد أنه داخل. الله يحفظك، مشكور يا أخوي أبو مطلق على هذه الاختيارات القيمة. الله يحفظك. وإلى المزيد، احنا متعطشين زيادة لمثل هذه القيم الجميلة وهذه المعارف الحلوة في أدبنا الشعبي اللي فيه قيم جميلة جدا، مو فقط غزل و يعني أشياء بسيطة. صح. لا، أشياء عميقة وذات قيم هادفة. أحسنت. نلتقي بك عزيز المشاهد في حلقة متجددة إن شاء الله. إلى ذلك الحين تقبلوا مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله.